السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفة اليوم هي العجينة السحرية أو عجينة العشر دقائق. إذا لتحضير هذه الوصفة يلزمنا المقادير التالية: عندي هنا ملعقتين صغيرتين من خميرة الخبز، ملعقة كبيرة من حليب البودرة، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة سكر، ثلث كوب من الزيت النباتية، كوب من الحليب الدافئ، وثلاث أكواب من الطحين. إذا فنجر على بركة الله في طريقة التحضير. نقوم بوضع الحليب في بول، نضيف عليه السكر، خميرة الخبز، نخلط جيدا، ثم نضيف كوب من الطحين، نخلط قليلا هكذا، نغطيه ببلاستيك شفاف ونضعه يتخمر في مكان دافئ لمدة 10 دقائق. إذا بعد مرور 10 دقائق تخمر عندي المزيج كما تلاحظون. نقوم بإضافة حليب البودرة مع الملح، الزيت النباتية، نخلط جيدا، ثم نقوم بإضافة الطحين شيئا فشيئا هكذا. نقوم بالعجن باليد لمدة دقيقتين أو 3 هكذا. إذا كان العجين لاصق ممكن إضافة القليل من الطحين حتى يتكون عندكم عجين طري وغير لاصق كما تلاحظون، ويصبح جاهز للاستعمال. إذن هذا هو شكل العجين، ممكن استعماله للبيتزا وجميع أنواع المملحات. إذا أعجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة، وإذا لديكم أي استفسار اتركوا تعليق. وإلى اللقاء في وصفة جديدة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.